طالب مصطفى محمود غبري، مرحب فيك في عدستنا. حابين نعمل معك مقابلة بسيطة بالنسبة لإتمامك لحفظ القرآن الكريم. يا ريت لو تعرفنا عن نفسك. اسمي مصطفى محمود عبد اللطيف، عمري 14 سنة، من مدينة أمي. تخرجت حافظ كتاب الله من معهد حراء المحلي. الحمد لله حفظت كتاب الله في سنة ونصف. في معهد حراء سنة ونص تعلمت. كيف كان برنامج حفظك؟ كل أسبوع كنت أحفظ من 10 صفحات إلى 12 صفحة. مين أنا اللي كان يتابع البرنامج الحفظ؟ الشيخ علاء باسم. الشيخ علاء باسم. وبالنسبة لل بك برنامج معين ولا صفحتين صفحتين كنت كل يوم؟ معدل 5 صفحات، وكان ليش 5 صفحات لازم. 5 صفحات. طريقة حفظك على ورش، عن طريق عاصم؟ عاصم. مين ساعدك في إتمام حفظ القرآن؟ جهد شخصي يعني، كانت مساعدة داعم من الدار، من الأب؟ الأب. شفنا صور برضو لجدك، كان إله دور. بكى شجعك في المدرسة؟ مدرسة لا كاش مشير. وانت كانت ساعات حفظك للقرآن؟ بعد الفجر وبين المغرب والعشاء. بعد الفجر. انو كان يساعدك مثلا في الحفظ؟ كنت لحالك ولا كان حدا ثاني يسمع لك؟ امرار كنت اسمع لاختي. وكيف شعورك بعد الاتمام لحفظ القرآن ساعد. كامل؟ نعم الحمد لله سعيد. كيف تلقى أبوك وأهلك هذا النبأ؟ فرح وفرح كثير. مين أعطاك الإجازة؟ الشيخ علاء الباسم. يعني الامتحان مين امتحنك؟ الشيخ اسمه أبو لنس عشان حجاز. وين تم الامتحان؟ مسجد الخليل. كلمة أخيرة بتحب توجهها؟ أتمنى أن يدخل الطلاب لمعهد حوار المحرر وأن يحفظ المحل يعني يحفظ القرآن. مصطفى محمود عبد اللطيف، مشكور وشكرا لك.